السلام عليكم اخواني، كي دايرين؟ لاباس عليكم. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اختاريت انني ندير هذا الفيديو على هذوك الناس اللي كيضحكوا على المغاربه، او كيقولوا علاش المغاربه ما على بالهمش بهاد الفيروس ديال كورونا، علاش المغاربه ما مسوقينش، علاش المغاربه عاطينا غير الضحك، علاش المغاربه واخدين الامر بالضحك، واخدينه بالتقشاب، واخدينه المغاربه قبل ما يكون فيروس كورونا، المغاربه عندهم بزاف الفيروسات كيعانيو منهم، ورغم ذلك كتلقاهم دائما ضاحكين. يعني كتلقى شي حد واصله ليه اللعظم وكتلقاه دائما ضاحك، دائما الطاقه السلبيه كيطردها ودائما كيستقبل الطاقه الايجابيه بكل فرح. اللي ما عندوش باش يخلص الدواء، اللي ما عندوش باش يخلص السبيطار، اللي اصلا البلاد ما فيهاش حتى تطبيب، كتمشي للسبيطار ما كتلقاش الطبيب. اللي كتشوف الناس مليوحه مريضه، ها السرطان، ها قصور الكلوي، ها الامراض الخبيثه، الفقر، الناس كتعيش برا البطاله، كيفاش بغيتي هاد الناس يستقبلوا هاد الفيروس؟ كيفاش يعني؟ راه ما نضرقوش الشمس بالغربال، هاد الشيء راه واضح وباين. كتلقى واحد كيخدام وكيتخلص 2000 درهم الشهر او 2500 درهم، كيخلص 1000 درهم او 2000 درهم ديال الكرة، بشنو باش غادي؟ شمن فيروس كتهضر لي عليه؟ كي يدوز الشهر كامل غير بالجوع. كتلقى واحد قرا وخسروا عليه والديه فلوس باش يقرا ويشد الماستر، في الاخر منين كيمشي يبغي يخدم ما كيلقاش. شكون كيخدم غير باك صاحبي؟ كتمشي للمستعجلات كتلقى الناس مليوحه، اطباء ما كاينينش، دود تحت عباد الله، اكسجين ما كاينش، الطبيب اللي غيستقبلك ما كاينش. وكتجي انت ارجون، كتجي وكيقولك سير خلص وسير شد النومه. كيفاش؟ او كيدخل الانسان يدير عمليه على الكلاوي كيصدق محيده ليه كلوه، كتلقى شي يعني كيفاش غادي يستقبلوا هاد كورونا؟ واش زعما كاينه شي حاجه اكثر من هاد الشيء؟ يعني كاينه شي حاجه، كاين شي فيروس اكثر من هاد الشيء؟ الحقره والذل وبزاف الحوايج كيعاني منها الشعب المغربي، ورغم ذلك صابر عليها، وكتلقاه دائما ضحك في وجهك ودائما كيقول الحمد لله. يعني ما نكذبوش، شو الفيروس خلع الناس في الصين، دول متقدمه كيخلع، ولكن راه ما تلوموش المغاربه علاش واخدين الامر بالضحك، لانه كاين المغاربه عانوا ومازال كيعانيو. يعني صافي، وكيامنوا بقضاء الله وقدره. يعني صافي، اللي بغاها الله هي اللي غتكون كاينه، غير موته وحده، ونهار غيتكتب علينا نموتو، راه غادي نموتو. فيروس كورونا او اي فيروس او اي مرض فقط هو سبب. يعني ما كاين لاش نخافو، قل لن يصيبنا الا ما كتبه الله لنا. يعني الا مكتب لك شي حاجه، راه واخا تكون ما نعرف فين غادي تجيك. وعندي رساله بغيت نوجهها للمغاربه المقيمين في الديار. عافاكم نتوما كتمشيو، يعني نتوما عشتو تما، نتكلموا غير على الناس اللي في ايطاليا، نتوما عشتو تما وشفتو، ما خرجتوش من المغرب حتى نتوما تقصحتو وعانيتو ومشيتو للبلاد اللي فيها حقوق وفيها بزاف د الحوايج وما فيهاش المعاناة اللي في المغرب. دوا فابور، كل شي فابور، الانسان عايش بخير، عشتو بخير الحمد لله. عافاكم، ماشي اللي صافي جا الفيروس صافي اجي نهبطوا للمغرب، شنو نديرو؟ نمشيو نعاديو خوتنا. راه نتوما بعدا خصكم تفكروا شويه بعقلكم. راه في ايطاليا او فرنسا او
راه الحمد لله كاين الطب، الحمد لله الا مشيتي الدواء راه ما غاديش يقولوا لك هاك سير دير تحاليل ب 500 درهم او 1000 درهم او يعني الحمد لله تما الطب متقدم الحمد لله والعناية وكل شيء. هنايا في المغرب واش غادي تجيبوا المرض فين؟ يعني فين غادي يتعالجوا هاد الناس؟ هاد كاين اللي غادي يبغي يمشي يدير غير تحليله، باش غيمشي يدير تحليله ب 500 درهم او 1000 درهم؟ وتخيل لي دابا ينتشر الفيروس في المغرب، يعني كيفاش غادي تكون؟ انا ما كنقدرش نتخيلها، لان الناس بركة عليهم غير الهم ديالهم، بركة عليهم غير هاد الشيء فاش عايشين، غير في هاد الحياة هذه. الحمد لله الحمد لله، احنا كنقولوا الحمد لله، لكن راه ما كايناش شي حاجه اكثر من انك تعيش في القمع، ان اكثر انك المتطلبات بسيطه ما تلقاهمش متوفرين لك في البلاد ديالك. يعني عافاكم اخوتي، ما تكونوش انانيين، عافاكم. يعني شوف، ما كنقولش لكم هذه بلادكم، هذه بلادكم ومرحبا بكم، يعني وكاينين عائلاتكم هنا يعني فهمتي يعني، ولكن نحاولوا عافاكم. هاد الموضوع ضرني في خاطري بزاف، لان كنشوف هاد جوج الناس المصابين اللي لقاو، جوج الناس هاد اللي لقاو في المغرب مصابين جايين من طاليان، والمرأة الله يجيب لها الشفاء كانت عارفة انها مصابة بالفيروس، وجات نهار 25 في الشهر الفايت، يعني نهار 25 حتى لدابا شحال غادي يكونوا ديال الناس تعادوا؟ يعني نحاولوا اننا نهزو شويه الهم لخوتنا المغاربه، حتى هما مساكن راه دراوش، وهنا راكم عارفين حال المغرب. ما كنتخيلش انه ينتشر الفيروس، ولكن الا كتب الله مرحبا به، ولكن كيف قلنا في الاول كاين اسباب. نحاولوا اننا نتجنبوا هذا المشكل، نبقاو ناخذوا الاحتياطات ديالنا، خذوا الاحتياطات ديالكم تما، وحنا ناخذوا الاحتياطات ديالنا هنا، وان شاء الله يكون غير الخير. ويعني وقت ما جاء ان شاء الله ربي غادي يحن علينا، وغادي يرفع علينا البلاء، وغادي يتشافوا الناس ان شاء الله. واللي مكتب عليه الموت راه غادي يموت، اللي مكتب عليه يبقى عايش غيبقى عايش، لانه الموت واحدة ولكن اسباب كثيرة. غير حنا نحاولوا اننا نتجنبوا هذا الامر ديال نجي ونعديو الناس، وحنا عارفين راسنا كنا في واحد البلاصه اللي عارفين راسنا مصابين، ونجي ونعديو الناس، داكشي نحاولوا نتجنبوها. وشكرا لكم بزاف، كنتمنى ما تفهمونيش غلط او تقولوا باللي ما بغيناكم تجيو عندنا، لان هذه راه بلادكم كيف ما كان الحال، هذه راه بلادكم، المغرب بلادكم، لكن راكم عارفين الحالة ديال المغرب راه ماشي هي ديال إيطاليا. الحمد لله كل شيء متوفر عندهم، الطب متقدم، الناس في شكل. هنا يا راهي إلا بغيتي تمشي دير غير تحليلة خصك ما هي وما لونها. شكرا لكم بزاف، كنتمنى يا ربي اللي مريض الله يشافيه، اللي مات الله يرحمه ويوسع عليه، والله يحفظ جميع المسلمين والمسلمات يا ربي.